اللهم صل على صاحب القرية رجاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم سيدا فكذبوا وعزلنا بذلك لما قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا من أنتم إلا بشر مسلم ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رسول المدينة يسألك عليك من سبع المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون وما علينا إلا الذي فطرني بين يدي يهون Allahumma
واتخذهم دون الله أربابا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر الله لهم وليس بمعولهم إنا نعلم ما يسرنا وما يعلنون أولم يروا ينصر أنا خلقنا من الأرض ميتا واشب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهد الله يربي قل يهد الذي أنسى ربنا رضي ربك بخلق عليم الذي جعلك من أسجد أخلاق يدعو إلى أنت من أدى كدرا أوليس الذي خلق السماوات Allah.
وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ووصل الخوادم ويستسقى الظما وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لله. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tujina bihi min jami'il awrali wal afad wa taqdilana bihi jami'il hajat wa tatrana bihi min jami'il sayyat wa tarfa'una bihi darajat wa darajat wa tabliguna bihi awsal ghayat min jami'il faradi bil ayati wa ba'da al mamat. Allahumma ja'alna ya maulana li alayka zakirin wa ala amrika shakirin wa ala ta'ala alayka wa balayka wa qadarika min as-sabirin min al-halal wa rasukin wa anil haram ma'asumin wa bin jinnani muna'imin wa anil irani mubaidin wa ila wajika wa jinnabika Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya Rabbi nadirina mutsabbi'in ruddana Allahumma laka maradan jamila ruddana Allahumma laka maradan jamila ruddana Allahumma laka maradan jamila wa la taj'al ummati sayyidan alayna fi sayyid al-halat wa la inna al-mamat wa la hubla wa la ba'da qayla wa la sabila wasbit Allahumma ala kiradina hadhi wa gariha sawaban تزيلت وأجره منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك وكلنا سهلا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا سببه وغفرناه وكبرناه وأعطناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى روحه أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين وعلى آله كل وصحابته والقرابة والسابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روحه من ترون هنا بسببهم عبد القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من عبد العالمين وباسمك يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى روحه من تواجههم وقربهم من أمور المسلمين كافة عامة ملهم سائر وللسائر لهم اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا واياهم ببوصيه جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل تجارنا واختم بصالح عملنا والايمان والاسلام جمعا توفنا وانت راض عنا ولم ينم بفضل الله ولا تاخذنا على جراح واجعل آخر قلبنا من الدنيا إن ديها جارنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمسنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قومنا يا بائس وانبعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنونا إلا من رضي الله بقلب سليم ثم إلى روحي أبيه وإخواني من النبي والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والأقربين وإلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى روحي كل ولي وولية الله مشرعين قدم ومغربها برها وبرها إلى من كان وكان القائل بعلمك وعلى أرواحهم
rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatan al-lail wa an-nahar waj'alna lana hujjata ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Thank you.